جسر ومدرعات تفرق بين الإخوة الأعداء، من جهة أبخازيا الموالية لروسيا ومن جهة أخرى جورجيا الموالية للولايات المتحدة. 15 سنة بعد إعلان أبخازيا لاستقلالها، لا تزال جورجيا تطمح في استعادة هذه الجمهورية الصغيرة الغير معترف بها دوليا. أنا مثل الآخرين أشعر بالخوف من اندلاع الحرب ومن تردي الأوضاع بالمنطقة. فوق جسر هادئ تشعر إيرمان جونتوري بالقلق إزاء الاشتباكات والتوتر المتصاعد على الحدود. الجيش الجورجي متأكد من أن هذه الصورة هي لطائرة حربية روسية، ويعتبر أن هذا الحادث هو دليل على أن موسكو تساهم بطريقة غير مباشرة في استمرار التوتر. تحاول روسيا من خلال هذه الاضطرابات عرقلة انضمامنا إلى حلف شمال الأطلسي. طالما الوضع هكذا، ستستغله روسيا لزعزعة الوضع. في العاصمة الروسية تتهم جورجيا بالتخطيط لشن حرب بهدف استعادة الأراضي التي فقدتها مع سقوط الاتحاد السوفيتي. السياسة الجورجية حيال أبخازيا وسعيها للانضمام إلى حلف الناتو لا تساهم في تأزم العلاقات الروسية الجورجية. مع تدهور العلاقات بين موسكو وتبليسي، أصبح مشهد الجنود الروس ذوي الخوذات الزرقاء يحيي بالريبة. لقد قاموا ببعث قوات روسية جديدة والوضع معقد ونحن قلقون. مثل العديد من الجورجيين، إيرمان ديانتوري مصدومة من صور المدرعات المنتشرة في أبخازيا. قامت روسيا بتعزيز قواتها لحفظ السلام المزعومة في أبخازيا. لم ترسل قواتها للمحافظة على السلام فقط، بل قامت أيضا بإرسال الأسلحة الثقيلة. تظن إيرمان أن مستقبلها موجود خلف هذا الجسر الذي تعبره لزيارة عائلتها. لا أحد يريد الحرب، لا الأبخازيين ولا الجورجيين ولا الروس، لكن القرار بيد الحكومة الروسية. أمل إيرمان ديانتوريا الوحيد هو أن لا تحاول روسيا إحياء الأزمة الخامدة منذ 15 عاماً.